السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا القريحة غادة عبد العليم عساق محمد إسماعيل، حاب أوصل هذه الكلمة إلى الأستاذة توكل كرمان. أشكر الأستاذة توكل كرمان على جهودها المبذولة بدعم المركز وبفعل المركز. دخلت لها هنا ما أعرف أتحرك، دخلوني بالمحفة، والآن بفضل الله ثم بفضل جهود الأستاذة توكل كرمان وجود هذا المركز خفف المعاناة الكثير من الناس القرحة وغير قرحة. لو كان مش موجود المركز هذا وين الناس شروحه؟ يعني المركز هذا وجوده داخل تعز يعني خلي الناس يتشجعوا ويدخلوا داخلته عشان يقوموا.